السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة واستمرار ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر ضد المدنيين في غزة بالتزامن مع مباحثات القاهرة لعقد صفقة تبادل للمحتجزين. سيكون معي في هذه التغطية الدكتور محمود الشجراوي، وكذلك من فلسطين عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وعبر سكايب من اسطنبول الباحثة في القانون الدولي الدكتورة أنوار غيث، وعبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. إذن فاصل قصير ونبدأ التغطية، كونوا معنا. إذن أرحب بالأستاذة أنوار غيث من اسطنبول الباحثة في القانون الدولي. أستاذة أنوار مرحبا بك. مجزرة جديدة في دير البلاح راح ضحيتها 8 شهداء في جريمة جديدة، يتكرر مشاهد هذه المجازر في شارع، تكرر مشهد مجزرة شارع الرشيد أيضا تكرر. بما تفسرين يعني تجرؤ الاحتلال على تكرار المجازر، تكرار مجزرة شارع الرشيد وتكرار عمليات قتل الفلسطينيين بدم بارد رغم الإدانات الدولية؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بشكل مؤكد يعني يستمر الكيان الصهيوني باعتماد هذه السياسة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وبظل يعني المواقف الدولية التي شهدناها ووجود محكمة فاعلة، للأسف يستمر الأمر يعني باستمرار سياسة التجويع وجرائم الحرب وسياسة الحصار باستهداف مباشر للمدنيين، بحيث لا يدعو للشك أن هذه جريمة ممنهجة كاملة الأركان يقوم بها الاحتلال الصهيوني بوجه المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في هذه الجريمة الأخيرة التي شهدنا فيها استهداف مباشر للمدنيين خلال يعني عملية محاولة الحصول على المساعدات. بشكل مؤكد أن لا يوجد رادع فعال، وهذا أمر قد يدعو للكيان الصهيوني الاستمرار في القيام بهذه المجازر. لابد من الإسراع للعمل على فتح تحقيق دولي في هذه المجازر البشعة، ولا بد من العمل على صعيد دولي ومن خلال المؤسسات الدوليه والمحاكم الدوليه. فعلى سبيل المثال عند المحكمه الجنائيه الدوليه الى اليوم لم نرى اي مشهد واضح، اي موقف او اي اجراء صريح من مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه يقف متفرجا دون اي تحرك بظل انتهاكات واضحه وصريحه لهذا القانون وجميع الجرائم التي ذكرت في نظام روما الاساسي، والتي هناك عاتق واضح على المحكمه الجنائيه الدوليه ان تقوم به، ولكن اليوم لا يوجد اي رادع في هذا الامر. يبقى الأمر يعني ويبقى السؤال أنه هل هناك طرق أخرى؟ بالتأكيد هناك طرق أخرى، لابد على الدول أن تتحرك في هذا المجال. الدول نفسها التي صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اليوم هي تلتزم بها، فاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1994 تنص على حماية المدنيين وتقديم المساعدات، وخاصة في حالات النزاع المسلح، وتحظر أي أعمال معادية تستهدف المدنيين تحديدا في موضوع الحصار والتجويع واستهدافهم بشكل مباشر. فإذا اليوم لابد أيضا للدول أن تتخذ خطوات فاعلة وعملية وتضغط في سبيل يعني إلزام الكيان الصهيوني على الالتزام بهذه المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث أنها في إمكانها العمل على الكثير من الأمور. هل التزم في حالة ما، في ظرف ما، الاحتلال الإسرائيلي بالمعاهدات والمواثيق الدولية طوال يعني مدة الاحتلال؟ لنتحدث عن 70-80 سنة، نتحدث عن 90 سنة، يعني طوال هذه المدة كلها انتهاكات وكلها اعتقالات وكلها تدمير وكلها اغتيالات. ما جرى في 7 من تشرين الأول لم يكن شيئا
جديدا، فهذا الأمر هو مجرد أنه تكرار وترسيخ وزيادة في عمليات الانتهاكات وعمليات القتل، وكأن القانون الدولي في منأى وفي كل البعد عن الكيان الصهيوني، عن إسرائيل التي تكون مبرأة من قبل أمريكا ومبرأة من قبل يعني معظم المجتمع الدولي. لا نعرف ما هو السبب. اسمحي لي فقط أستاذ أنوار، سوف أعود إليك مرة أخرى. ضيفي عبر سكايب الدكتور محمود الشجراوي، أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين. دكتور محمود، بداية مرحبا بكم في اليوم 49 للحرب على غزة. استمرار قتل الفلسطينيين في غزة وتجويعهم بأشد وأقسى أنواع الانتهاكات أمام مرأى ومسمع العالم، يختلط الدم الفلسطيني بالطحين بالدقيق في صورة إن أراد رسام أن يرسمها لتكن من أعظم الجرائم التي ارتكبت في التاريخ. من وجهة نظرك يعني هذا الإصرار على عمليات القتل الجماعي بدم بارد، هل هدفه التهجير واستمرار عمليات القتل والقسوة بهذا الشكل أمام أنظار المجتمع الدولي، هل سيلبي أو سيحقق هدف التهجير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وتحية لك ولضيوفك الكرام وللإخوة المشاهدين. واليوم هو 49 بعد 100، وليس 49 فقط. نعم، يبدو أنها سقطت سهوا. لا بأس، بالضبط. وهذه هي أطول حرب مرت على القضية الفلسطينية، بالمناسبة أطول حرب خاضتها المقاومة كانت 51 يوم في عام 2014، وأطول حرب خاضتها الأنظمة العربية كانت 6 أيام فقط في 67. الآن هذه الحرب ليست حربا عادية، وهذه الحرب واضح أن العالم الصليبي كله اجتمع مع إسرائيل في هذه الحرب. أمريكا تقاتل على الأرض، وبريطانيا تقاتل على الأرض، فرنسا تقاتل على الأرض، وقد جلب النظام الصهيوني المجرم بعدد كبير جدا من المرتزقة من شتى بقاع الأرض يقاتلون معه على الأرض، ولم يبقي العدو الصهيوني خطا أحمرا لا دوليا ولا إقليميا لم يتجاوزه، لم يبقي حقوق إنسان، ولم يبقي محكمة جرائم دولية، ولم يبقي شيئا يمكن أن يعني يتجاوزه إلا وفعلا قد خرق كل الخطوط الحمر لكل الأعراف الدولية والإنسانية كذلك. الآن ما يحدث في قطاع غزة قطعا هي ليست حربا عادية، وليست حرب تهجير كما كنا نقول في بداية هذه المعركة، أن نتنياهو أعلن أن هدفه تهجير الفلسطينيين إلى سجن صغير في صحراء سيناء، لكن واضح أن هذه الحرب لها هدف واحد وهو إبادة الشعب الفلسطيني. هذه حرب إبادة، حرب إبادة جماعية، وحرب يعني جرائم حرب وهولوكوست جديد. اليهود كأنهم ينفذون الهولوكوست الذي عانوا منه أو يقولون أنهم عانوا منه في ألمانيا، صدعوا رؤوسنا بهذا الهولوكوست الكاذب في ألمانيا، والآن يريدون تطبيقه فعليا وبصدق على أرض الواقع ضد الفلسطينيين. أخي، في ذلك الهولوكوست لم يكن هنالك توثيق، ولم يكن هناك تصوير، ولم يكن. الآن العالم كله يسمع ويرى، حتى أن قافلات يعني شاحنة مساعدات تضرب، شاحنة يعني جريمتين في أسبوع واحد. الجريمة الأولى كانت استهداف الشعب الجائع الذي قدم لأخذ الطحين أو الدقيق من فوق الشاحنة، وكان القتلى 117 قتيل، حين نقول 117 شهيد في مجزرة واحدة، وفي مجزرة ليست حربا، وليس بينهم من يحمل سكين، ليس مولوتوف ولا بندقية ولا قاذف الياسين ولا غيره. هؤلاء قدموا لأخذ الدقيق، لأخذ لقمة عيش لأبنائهم، فكان يعني كان ما كان من إطلاق النار والقذائف عليهم، بل ويعني أن يدوسوهم بالدبابات. حتى رأينا صور، والله أنا رأيت صورا لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها إلا يتألم ويبكي، إن كان ما زال فيه شيء من إنسانية أو شيء من آدمية. هذه الحرب واضح أن
أن ما يسمى بإسرائيل أخذت ضوءا أخطر من قيادة العالم المزعومة الآن أمريكا، التي ترفع الفيتو أمام ليس قرار إدانة إسرائيل فحسب، بل قرار وقف إطلاق النار أمريكا قالت فيتو. واضح أن العالم الغربي كله يعني يشد على يد المجرم نتنياهو وهو شريك في هذه الجريمة. أنا أقول أن أمريكا تقاتل على الأرض، والولايات المتحدة الأمريكية شريكة في كل قطرة دم سالت في فلسطين، وشريكة في قذف في إزهاق كل نفس فلسطينية. طيب هناك كما هو معلوم من 30,000 شيء. كما هو معلوم الدكتور محمود الشجراوي، هناك دعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي، ولكن من خلال الإعلام وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن رفض أمريكي. تسمح لي أقاطعك، وليس من عادتي أن أقاطع. نعم فقط أكمل الفكرة. ليس دعم أمريكي أخي. الموجود ليس دعم، الموجود دعم عربي، لكن أمريكا هي 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 جزء من المعركة، هي جزء من الجريمة، ليس دعما أبدا، ليس دعم. أمريكا هي جزء من المعركة. ولكن احيانا وسائل الاعلام الامريكي او يعني تصدر تصريحات من هنا وهناك من مسؤولين امريكيين بشان ما يجري من حرب وقتل للمدنيين في غزة، ان هناك رفضا امريكيا لفكرة تهجير المدنيين. هذه الفكرة التي جاءت تارة تتحدث عن صحراء سيناء وتارة تتحدث عن الدول العربية المجاورة، هل تعتقد ان هذه الفكرة موجودة فعلا في مخيلة مجلس الحرب الإسرائيلي، مع أنه تحدثتم عن جريمة إبادة جماعية؟ نعم أخي نعم، إذا كان الأمريكي سواء الرئيس أو الحكومة أو المسؤولين أو حتى الكونغرس الأمريكي أو حتى يعني أي مسؤول أمريكي، إن كان صادقا في أنه ضد الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، فقط ليطالب بإيقاف الجسر الجوي من الأسلحة. الأسلحة التي نبات فيها في قطاع غزة هي أسلحة أمريكية، الطائرات التي تقصف أهلنا في قطاع غزة هي طائرات أمريكية، كثير من المقاتلين الذين يقاتلون في داخل قطاع غزة الآن يحملون الجنسية الأمريكية. على الأقل يقال للأمريكان لا تقاتلوا، لا تشاركوا في هذه الإبادة الجماعية، وتوقف أمريكا الـ 17 مليار دولار الجديدة التي وعد بها نتنياهو كمكافأة له على جرائمه، ويوقف الجسر الجوي الممتد بلا حدود من القذائف والطائرات والقنابل التي ألقيت على قطاع غزة في هذه الخمسة أشهر، والتي لم يتم استخدام ربعها في أوكرانيا في سنوات. نعم. أمريكا شريكة في الجريمة، أمريكا يدها مغمسة بالدم، النظام الأمريكي هو الآن يشارك في هذه الإبادة الجماعية وليس داعما لها فحسب. نعم أمريكا مشهود لها. اسمح لي فقط دكتور، سوف أعود إليك مرة أخرى. سادة أنوار غيث، أرحب بك مرة أخرى الآن في اتصال مع حضرتك عبر سكايب. لماذا رفح تستهدف؟ يعني دائما يتم التركيز على جنوب قطاع غزة. نعم شكرا لكم على هذه الاستضافة من جديد. بالتأكيد هناك عملية ممنهجة لاستهداف جميع القطاعات، وهناك أمور واضحة وخطوات واضحة قامت بها إسرائيل وخرائط أعلنت عنها سابقا. بكل تأكيد من البداية كان هناك يعني نية لقيام بجريمة التطهير العرقي، وذلك يتم تأكيده يوما بعد يوم في استمرار اتخاذ خطوات غير محسومة وغير يعني مدروسة، لا يتم مراعاة أي أمر متعلق في القواعد أو الأعراف الدولية، بل ولا على العكس تماما. نحن نرى أن مندوبة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة من داخل مجلس حقوق الإنسان بتقول أنها ستستمر في هذه الأعمال. ما هذه الحال التي وصلنا لها؟ يعني لقد كفر الكيان الصهيوني بالمنظمات الدولية والأعراف والقواعد والقوانين الدولية بشكل واضح وصريح ووقح. نحن نرى أن اليوم المجتمع الغربي يجب أن يكون أيضا يعني هو يأخذ على عاتقه هذا الأمر، لأنه مستهدف من ناحية احترام يعني قرارات
قراراته الدولية، لأنه أخذ على عاتقه الالتزام بهذه المواثيق وهذه المعاهدات. واليوم مع استمرار هذه الجرائم نحن نرى فقط التنديد أو يعني اتخاذ مواقف أو تصريحات دون أي أفعال، بالوقت الذي يمكن أن يتخذ الكثير من الأمور. وصحيح رأينا تنديد ورأينا بعض التصريحات من مجلس الأمن، ولكن لم يكن هناك اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، والذي هو أساسي الآن لمنع ارتكاب هذه الجرائم واستمرارها، سواء في يعني في الداخل أو في الشمال أو في أي منطقة في فلسطين. طيب الآن بالعودة إليك، سوف أعود مرة أخرى إليك، اسمحي لي فقط أستاذة أنوار. الدكتور أستاذة إيمان السلاوي، مرحبا بك أستاذة إيمان السلاوي. أهلا بك. أهلا بك أستاذة إيمان السلاوي من جنين الصحفية الفلسطينية. نتساءل، يعني لا يزال الاحتلال يمارس انتهاكاته ضد المدنيين في الضفة الغربية، وفجر اليوم اقتحم جنود الاحتلال أيضا في خبر اقتحم مدينة الظاهرة جنوبية الخليل. يعني هذا الاقتحام طبعا، وهذا الاقتحام ليس بالجديد، هل من معلومات بشأنه؟ نعم صحيح، أهلا بكم. بالنسبة للظاهرية، هي الظاهرية جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوبها وعدة أحياء منها أمس ومساء أمس. اعتقلت عدد من المواطنين، انتشرت قوات الاحتلال في أكثر من موقع، دير النيل و بلدة سوريس شمال غرب الخليل والظهرية ورأس الجورة ودائرة السير والحوض. سيرت آليات العسكرية على الطرق الرئيسة في محيط منازل المواطنين ومحالهم التجارية، ثم انتقلت فجر اليوم وبمساعدة المستعمرين المسلحين بالإساءة وانتهاك حقوق المزارعين والرعاة، واعتدت على قطعانهم ومنعتهم من الوصول إلى الحقول والمراعي الزراعية في تحديدا مناطق شرق يطا والمسافر وهي جنوب الخليل. كذلك منعت المواطنين مجموعة من الأطفال أثناء قيامهم بجمع نبات العكوب، وهي عادة في موسم الربيع يقوم الشبان أو الأطفال ب يعني أخذ العكوب للبيع في السوق الزراعي في الحسبة. قاموا بمطاردتهم ومنعهم من دخول الأراضي الزراعية الخاصة بهم. كذلك أطلق قطعان المستوطنين على الماشية الرصاص وحاصرت أكثر من مجموعة. كذلك منعتهم من الوصول إلى المراعي كما المعتاد، واعتدت عليهم وكذلك على ممتلكاتهم. الأراضي الزراعية هي للمزارعين وأصحاب المواشي الذين اعتادوا بشكل يومي على الرعي في هذه المناطق. طيب أستاذ إيمان، يعني مخيم جنين أيضا يعني مع منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى إلى اليوم يشهد اقتحامات واعتقالات بشكل شبه يومي. ما هي الأسباب التي يعني تجعل مخيم جنين يعني مستهدف بشكل مباشر كل يوم؟ نعم، يوميا تقريبا تقتحم قوات الاحتلال، سواء كانت بآليات العسكرية أو بشكل قوات خاصة. القوات الخاصة هي عبارة عن إسرائيليين تدربوا على هيئة العرب بالشكل، يقومون بالتنكر واللبس المدني سواء كانوا بشكل نساء أو رجال، ويقتحمون من خلال مركبات مسروقة من المحافظات الفلسطينية اقتحام جنين، سواء كان المخيم أو المدينة أو القرى، ويقومون باقتناص بعد الرادارات أو لنقل الدرونات الطائرات المسيرة التي ترصد لهم تواجد شبان يتحدثون عنهم أنهم مطلوبين لها، يقومون برصد تحركاتهم لأنهم يعتقدون أو مصرون على أن جنين هي بؤرة
التخريب بالنسبة لهم، بؤرة عنف بالنسبة لهم، ويجب السيطرة عليها قدر الإمكان حتى أنهم يغلقوا المحافظة من الحواجز العسكرية والحواجز التجارية بشكل كامل من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. نعم، ابقي معي لو سمحتي. نعم. أستاذ إيمان، سأعود إليك. دكتور محمود الشجراوي معكم، نتحدث عن المفاوضات والخلافات داخل حكومة إسرائيل، داخل حكومة نتنياهو. اتخاذ القرار بشأن المفاوضات، يعني أيضا الطرف واشنطن كيف يعني تراه وتنظر إليه العام الأمريكي في مجريات هذه المفاوضات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن حكومة الاحتلال أخي يختلفون فيما بينهم في قضاياهم الداخلية، في قضايا التي تعنى بتسيير الحكومة وأوضاع البلاد يختلفون، لكن في قضية الحرب على قطاع غزة لا يختلفون إطلاقا، مواقفهم موحدة، وهم يتسابقون في من يكون الأكثر إجراما ومن يكون الأكثر إغالا باللحم والدم الفلسطيني. يعني ولذلك أستاذ محمود، من وجهة نظركم ترى أن كل من في حكومة نتنياهو هم مجمعون على أن المفاوضات ينبغي أن تكون لصالح الكيان الصهيوني، أن يكون هو المستفيد الأكبر منها؟ هذا أمر طبيعي، أن يكون كل واحد يدخل مفاوضات يكون حريص على أخذ أكبر قدر ممكن من المكاسب. لكن ما يحدث الآن، دولة الاحتلال وممثلي نتنياهو في هذه المفاوضات يأتون لتحقيق هدف واحد، متى سيتم الإفراج عن الأسرى. هم لا يتكلمون عن الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة، لا يتكلمون عن الإبادة الجماعية، لا يتكلمون عن التدمير الممنهج لقطاع غزة ببنيته التحتية والعلوية، لا يتكلمون إطلاقا عن الكم الهائل من التشريد وعن الحرب الجوع التي يخوضونها ومنع المساعدات الدولية والمنظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الدخول لإنقاذ الموتى أهل الغزيين، لا يتكلمون عن قصف المستشفيات والمدارس. هم يأتون ليطرحوا نقطة واحدة، متى سيتم الإفراج عن الأسرى؟ طرحهم لهذا الأمر هو جاء من منطلق أنه حرصهم على الخروج من دائرة الإذلال التي مروا بها، أم أنهم فعلا يعني حريصون على حياة هؤلاء المحتجزين؟ لا هم ليسوا حريصين على حياة المحتجزين. لو كانوا يعرفوا المحتجزين في أي بقعة في قطاع غزة لقتلوهم، لكان حطوها بالقنابل وقتلوها تحت قانون هانيبال الإسرائيلي الموجود، وهو قتل الأسير. هم ليسوا حريصين على بقائهم أحياء، بل إن بقاء الأسرى أحياء هو مصلحة فلسطينية، ولذلك المقاتلين وحركة حماس أعلنت أنها أحرص من نتنياهو على حياة هؤلاء الأسرى، لأنها هي الورقة الأقوى بيد المقاومة، ولن يتم الإفراج عنهم. حتى لو قتل منهم أعداد، لن تقوم المقاومة بالإفراج عن أي عدد ممن يتبقى منهم أحياء إلا بكل المطالب التي أعلنت عنها حركة المقاومة الإسلامية حماس. وكل ما نراه من إجرام وإغال بالدم الفلسطيني هو ومن يعني خلينا نقول من ممارسة حرب التجويع على الحاضنة الشعبية التي تحمي المقاومة، هو للضغط على المقاومة في حرب المفاوضات لتقبل بالشروط المهينة والمذلة. وحضرتك قبل شوي سألت الأخت الضيفة عن مخيم جنين. بالضبط. اليوم مخيم جنين لم يتم اقتحامه من 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 الاحتلال، اليوم تم اقتحامه من السلطة الفلسطينية، وقاموا باعتقال بعض المقاومين وإطلاق النار على بعضهم الآخر. السلطة الفلسطينية تنفذ الأجندة الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي جنين وفي مخيمها بشكل خاص. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. دكتور محمود، أعود إليك. أستاذ أنوار غيث، نتحدث عن الموقف الأمريكي والقانون الدولي. هل ترين أن أمريكا حريصة على تطبيق القانون الدولي في العالم؟ كما هو معلوم أمريكا دائما هي راعية الإنسانية وراعية كل القضايا التي تتعلق ب إن صح التعبير، لا نقول الانحرافات البشرية ولا نقول نقول هنا لنتحدث عن المجازر التي تحصل في
في غزة تحديدا. أمريكا كما تعلمين لم تقم بأي مجازر في العراق، ولم ترتكب أي مجازر في أي بقعة من العالم، لا في فيتنام ولا في أي بقعة من العالم، ولكن هنا في، هل هي جادة فعلا بموقفها الرافض لاستمرار الجرائم، وخاصة ما حدث بإرسال أو إسقاط، ليس إرسال، إسقاط المساعدات على غزة؟ بطبيعة الحال موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب على غزة واضح، والدعم للكيان الصهيوني واضح من البداية، منذ البداية، والدعم العسكري دائما كان موجود. ولكن مع يعني وصول الصورة، ويعني استطاع الإعلام أن يكسر هذه الصورة النمطية ويصل إلى الشعب بشكل أكثر فعالية وإلى السياسيين، ويظهر يعني يظهر الصورة الأخرى لما يحدث، ويوصل الحقائق بشكل صحيح وملحوظ. وهذا الأمر شاهدنا انعكاساته على صعيد بعض السياسيين وبعض المواقف السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صعيد الشارع في الأمريكي أيضا. وهذا الأمر قد يكون من أحد الأسباب التي يعني يجعل من الولايات المتحدة تتخذ موقف كهذا الموقف، وتصرح بأنها، يعني الرئيس الأمريكي صرح بأنه يريد فتح تحقيق في ما حدث أخيرا. ولكن يبقى موضوع دعم السلاح، نحن لا نتطرق كثيرا إلى بعض المواقف البسيطة أو التصريحات البسيطة، لأن صلب الموضوع أن من يملك حق النقد ومن يعني استخدم حق النقد بالفيتو لمنع وقف إطلاق النار، ومن هو داعم بالأسلحة اليوم، بالتأكيد قد يصل به الحال إلى أن يكون شريكا في هذه الإبادة الجماعية. فإذا تحدثنا على صعيد المحاكمة التي يعني قام بها جنوب إفريقيا بوجه العدو الصهيوني باتهامها في هذه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإن أي جهة أو دولة تقوم بدعم السلاح، بدعم من خلال يعني منح الأسلحة، فهي ستكون شريكة في هذه الإبادة الجماعية. بالتالي لابد أن يكون هناك حرص في التعامل مع الموضوع، ونحن بالتأكيد يعني العالم كله وقف متفرجا يعني من موقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدم حق النقد بالفيتو ومنع وقف إطلاق النار. ويعني بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بأكثر بكثير من مجرد فقط السماح بدخول المساعدات، لأنه دخول المساعدات هو حق أساسي ومشروع وقانوني للفلسطينيين، ولابد أن أيضا يعني لا يتم من السماء، يجب أن يكون هناك فك للحصار وفتح للمعابر لإدخال المساعدات بشكل آمن وسليم. نعم، وبالتالي أمريكا سوف تقوم كما هو معلوم أنها يعني راعية لحقوق الإنسان في العالم، ربما ستفعل ما ذكرتينه أيضا بالتأكيد. سادة ابقى معي لو سمحتي، سادة أنور، دكتورة أو أستاذة إيمان السلاوي، سوف أعود إليكم، أتوجه إليك بالسؤال الآن عن موضوع المستوطنون الذين دخلوا على الخط أيضا وقاموا باستهداف يعني الفلسطينيين. المستوطنون الآن كيف تنظرين إلى تعاملهم مع الفلسطينيين في كل مناطق فلسطين ما من بعد طوفان الأقصى؟ نعم، المستوطنين أو المستعدين بشكل يعني يومي يقومون باعتداء على المواطنين في المحافظات، وخاصة المناطق الحدودية مع مستوطناتهم أو مستعمراتهم بمعنى أدق. كان لهم عدة أساليب سابقا، ولكن ازدادت هذه الأساليب بعد 7 أكتوبر، كإطلاق الرصاص على المركبات المتنقلة ما بين مثلا رام الله وسط الضفة إلى الشمال. هناك موظفين بشكل يومي وبشكل دائم وعلى مدار الساعة يتنقلون، يقومون بإطلاق الرصاص عليهم ويعتدون عليهم. هنالك أكثر من حادثة لشهيد لشهداء، كذلك الاعتداء على المزارعين والمشاة، المنشآت الزراعية. كان لهم أمس في قرية برقة حرق، مجموعة من المستوطنين قاموا بحرق منزل لأحد المواطنين عن طريق الزجاجات الحارقة، أدت إلى احتراق جزء من المنزل. قام
بإخمادها الدفاع المدني والمواطنين. دائما كذلك يحرقون مشطبات وهذه تسبب الكثير من الخسائر، مشاطب السيارات التي تعود للعديد من التجار، كذلك بركسات الأغنام. هذه تقريبا يوميا اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على المستوطنين، على المواطنين، على ممتلكاتهم من أجل إبعادهم أو جعلهم تحت سيطرة المستوطنين، إبعادهم عن مناطق عملهم، حصرهم في المدن، عدم تنقلهم إلى المناطق الزراعية التي تعتبر حدودية مع الخط الأخضر أو مع مستوطناتهم التي تملأ الضفة الغربية اليوم بسبب سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بالقوة وبالسلاح. هنالك العديد من التصرفات المشينة للمستوطنين والتي يندلها الجبن، ولا لا متحدث من عرب ولا من حقوق الإنسان عن اعتداءاتهم للشعب الفلسطيني وما يقومون به بشكل يومي على مدار الساعة للمواطنين في الضفة. نعم، ابقى معي أستاذ أيمن. أستاذ دكتور محمود الشجراوي، يعني حكومة الاحتلال ربطت حضور وفدها القاهرة حتى تحصل، طبعا بشرط هو حصولها على قائمة بأسماء المختطفين. لماذا تصر على الحصول على هذه القائمة أم أنها تتحجج؟ لا لا أخي، هي دولة الاحتلال تريد قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا أحياء، وطبعا هذا الأمر لا تقوم به حركة المقاومة الإسلامية حماس إلا بما يحقق مصلحتها هي وقوتها في التفاوض. لو كان إسرائيل وصلت إلى معلومة مثلا أنه تم قتل كل الأسرى لكان شهدنا حرب إبادة جماعية للفلسطينيين أكثر مما نراه الآن. هذا الطلب الإسرائيلي هو طلب خبيث جدا، وهو يريد فقط أن يعرف كم عدد الأحياء من الأسرى حتى يمعن أكثر بالدم الفلسطيني ويمعن أكثر بالقتل. واضح أن لديه خط أو ضوء أخضر من الأمريكي، ليس فقط باستهداف حركة المقاومة الإسلامية حماس، بل الاستهداف الآن يطال كل أهلنا في قطاع غزة، 2,300,000 فلسطيني كلهم في دائرة الاستهداف. حتى أن العدو الصهيوني، يعني أنا أريد للمشاهد فقط أن يتخيل أن العدو الصهيوني شارك في عملية إنزال المواد الغذائية على قطاع غزة، وأمريكا شاركت في عمليات الإنزال الغذائية، وما ذلك إلا للإمعان في تجويع هذا الشعب الفلسطيني حتى يظن العالم أن مشكلة الجوع قد انتهت وأن المساعدات وصلت، علما أن عدد الطائرات التي ألقت المساعدات سواء كانت مصرية ولا أردنية ولا إماراتية ولا أمريكية ولا حتى إسرائيلية كلها لا تتجاوز عشرات الطائرات التي لا تحمل أي كمية إغاثة حقيقية لأهلنا في قطاع غزة، بل هي تضطر أهلنا إلى الخروج إلى الشوارع فيصبحون أهدافا سهلة. وقد رأينا أن العدو الصهيوني استفاد من توجه الأهل نحو هذه الشاحنات التي تحمل المساعدات أو إلى السواحل لجلب ما سقط منها في البحر، أيضا استهدفها العدو الصهيوني بالقذائف وبإطلاق النار الكثيف، وارتقى عدد كبير من الشهداء، تجاوز 100 شهيد فقط في جمع هذه المساعدات التي زعم العالم أنها جزء من حل المشكلة، والتي هي الآن أصبحت جزءا من مشكلة التجويع. والحل يكمن في فتح المعابر، معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، لإدخال آلاف الشاحنات المتكدسة، ويمكن أيضا إدخال جسر بري كامل من خلال أو بحري حتى من خلال تشغيل ميناء غزة، لو كان هناك نية حقيقية لإيقاف المجاعة أو لإنقاذ هؤلاء 2,300,000 إنسان الذين يتضورون جوعا. والعالم، لا أقول العالم الغربي يرى، بل العالم العربي شريك في هذه المعركة، معركة الشعب الفلسطيني، لأن معبر رفح الأصل أنه معبر عربي وتشرف عليه دولة عربية كبرى. الأنظمة الرسمية العربية تقصد دكتور مو؟ نعم أقصد الأنظمة العربية قطعا. أنا هنا لا أبرئ الأنظمة العربية أبدا، أنا أقول أن الأنظمة العربية قلوبها مع
مع المحتل وايديها مع المحتل، الانظمه العربيه كل الشعوب العربيه ادارات ممكن اسميها بالاسم، انا اسميها بالاسم، مصر، الاردن، الامارات، هذه شريكه في المعركه تقاتل مع العدو الصهيوني، اما بالرجال والطائرات كما تفعل الامارات، او من خلال منع المساعدات كما تفعل مصر، او من خلال السماح بالجسر البري الذي ينقل الاغذيه والمساعدات والاسلحه للعدو الصهيوني من خلال دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه والاردن كذلك، وتدخل من خلال الجسر. لماذا لا يتم ادخال المساعدات الى قطاع غزه الجائع ويتم جلب الكماليات؟ ما هو الخطر الذي يمثله الاطفال تجاه اسرائيل؟ ما هو الخطر الذي تمثله النساء تجاه اسرائيل؟ ما هو الخطر الذي يمثله المدنيون تجاه اسرائيل حتى يتم تجويعهم بهذا الشكل وكأنهم لا يعرفون شيئا عن الكرامة؟ الكرامة ليس لها علاقة بالجوع، من لديه الكرامة لا يمكن أن يركع. اسمح لي فقط دكتور، اسمحوا لي ضيوف الكرام، أستاذ أنوار وأستاذ إيمان، سوف أعود إليكم مرة أخرى بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية عن ما يجري في غزة من أحداث ومن استمرار لماكينة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين وسياسة التجويع الحاصل. أستاذ أنوار غيث، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني وفق القانون الدولي هل يجوز دعم كيان مستهدف بالإبادة الجماعية؟ هناك دول تدعمه كألمانيا، مثلما رفعت نيكاراغوا قضية قانونية على ألمانيا بسبب دعمها لكيان متهم، وليس متهم بل بسبق الإصرار والترصد، يرتكب إبادة جماعية أمام أنظار العالم ولا يهمه شيء. هل في القانون الدولي هناك ما يبيح لدولة أن ترسل أسلحة إلى دولة ترتكب فعلا على أرض الواقع جرائم الإبادة الجماعية؟ على هذا السؤال بكل التأكيد هذا أمر غير مسموح، والقانون الدولي على العكس تماما يندد ويشدد بعدم إمكانية هذا الأمر، بل هو خرق واضح وصريح لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقيات التي صادق عليها هذه الدول نفسها، هي التي صادقت عليها وهي التي أعطت يعني حذرت من التدخل في جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع أو التطهير العرقي. وبكل تأكيد يعني جريمة الإبادة الجماعية اليوم في وجود محكمة العدل الدولية والمحكمة التي والمحاكمة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا اليوم، هناك يعني إثباتات وأدلة تقدم بحق الجريمة التي ترتكب اليوم أي شخص أو أي دولة بطبيعة الحال.
هي لها علاقه بطريقه مباشره او غير مباشره في ارتكاب جريمه الاباده الجماعيه، سيتم توجيه اصابع الاتهام لها وستحاكم ايضا كشريك في هذه العمليه. وكما ذكرنا الولايات المتحده الامريكيه يمكن هي اول واكثر المتدخلين وضوحا، بالاضافه الى القوانين الدوليه والقوانين المحليه و يعني المناطقيه، كذلك الامر على صعيد المنظمات المحليه ك يعني النظام الاوروبي والدول الاوروبيه لديها ايضا، بالاضافه الى الالتزامات وفق القانون الدولي لديها التزامات وفق اتفاقيات في يعني الاتحاد الاوروبي، هي ملتزمه بعدم الانخراط في هذه الامور واحترام حقوق الانسان. بطبيعه الحال اليوم حتى الولايات المتحده الامريكيه هناك في قانون دليهي لو، قانون امريكي يمنع يعني ارسال مساعدات بالاسلحه الى اي جيش او طرف يقوم بانتهاك حقوق الانسان، فما بالك جريمه اباده طيب جماعيه. بناء على ذلك يا استاذ انوار، عذرا يعني، الا ترين ان القانون الدولي عباره عن كذبه؟ يعني للاسف اليوم بعد ما شفنا انه ما عاد في ثقه، لم يعد هناك ثقه في القانون يعني حتى الدولي. من يتحدث عن حقوق الانسان هم انفسهم حتى في الدول العربيه، المواطن العربي هل لديه حقوق إنسان؟ أين القانون الدولي؟ هل المواطن الأمريكي فقط ربما يتمتع بحقوق إنسان لكي يستخدم كأداة للحرب على الشعوب الأخرى؟ أليس للأسف كذلك؟ للأسف هذه يعني ازدواجية المعايير نراها دائما، لأنه لا يخلو الأمر من التدخلات السياسية. وعندما نتحدث عن القانون الدولي نحن نتحدث عن نظام دولي أنشئ من قبل الأشخاص ذاتهم، فهم من وضعوا هذه القوانين وهذه السياسات ومنحوا الامتيازات لأنفسهم لحتى يقدروا يكونوا عم يتمكنوا من هذا الأمر ويتمسكون يمسكون في زمام الأمور في هذا المجال. وهذا الأمر غير عادل، لا يصلح وليس من مصلحة الدول الغربية ولا من مصلحة من أنشأ هذا النظام القانوني الدولي أن يتم يعني انتهاكات بهذا الشكل وبهذه الصراحة والوضوح، لأنها ستفقد الثقة، وإن فقدت الثقة يعني سينتج عن هذا الأمر انهيار للمؤسسات والمنظمات الإعلامية ونعود لويلات الحرب العالمية الثانية. ونحن اليوم الأطفال والنساء الذين يقتلون والمجازر التي ترتكب في غزة هي أيضا يعني لا تقل بشاعة ويعني إجرام عن ما حدث في الحرب العالمية الثانية، بل نحن نعيش حرب عالمية ثالثة إن لم يتخذوا الخطوات المناسبة، إن لم تتخذ المحاكم الدولية القرارات المناسبة والمؤسسات الحقوقية هذه الإجراءات، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار عالمي وإلى يعني خطوات سياسية وجيوسياسية يكون جرائم نتيجتها جدا أصعب وأشنع بكثير في هذا الأمر. بالتالي فإذا هناك مصلحة دولية للعمل على تنفيذ والالتزام بهذه المواثيق وهذه الاتفاقيات سواء في الدول العربية أو الأجنبية. نعم فعلا نحن نشاهد مشهدا قاسيا من مشاهد الحرب العالمية الثانية نشاهدها في قطاع غزة. اسمح لي أستاذ أنوار أنتقل للدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود، نتحدث عن مباحثات القاهرة والحديث عن صفقة تبادل المحتجزين، ولكن هل تتوقع أن تكون هناك هدنة طويلة؟ والله أنا أتمنى أن لا تكون هدنة، أنا أتمنى أن تكون نهاية لهذه الحرب التي آذت أهلنا في قطاع غزة أذى شديدا. أنا أتمنى أن تنتهي هذه المعركة بنصر مؤزر لإخواننا في المقاومة، بتبييض سجوننا، بإخراج كل أبطالنا من السجون الذين الآن بتنا لا نعرف حتى عدد أسرانا في السجون، لأن هنالك عدة آلاف من الأسرى لا نعرف عددهم، تم اعتقالهم من مراكز الإيواء في قطاع غزة وتم التوجه بهم إلى معتقلات أشبه ما تكون بمعتقلات الإبادة والتجويع التي كانت في البوسنة والهرسك أو كانت في الحرب العالمية الثانية كذلك. ما يحدث الآن في مصر هي خطوة يعني أتمنى أن تكون موفقة لإنهاء هذه المعركة إذا نوت مصر أن يكون لها دور في إنهاء هذه المعركة. وحتى اليوم التصريحات العربية بالمجمل أبدا لا تصب في مصلحة المعركة ولا تصب إطلاقا في مصلحة الضحية. التصريحات العربية كلها تكاد تكون متساوقة مع التصريحات الأمريكية، لأن أكثر الأنظمة العربية، لا أريد أن أعمم فأقول كل، أكثر الأنظمة العربية يعني متساوق مع الرواية الأمريكية وتعود أن يقبل اليد الأمريكية التي
يعرف أن هي التي تبقيه على هذا الكرسي أو على هذه العروش، ولذلك باتت تعلن ولاءها الشديد والمعلن للرواية الأمريكية في هذه المعركة، وهذا يعني أن بعض الأنظمة العربية شريك أيضا في هذه المعركة، حتى لو بدأ أمام العالم أنه يشارك في هذه المفاوضات إلى جانب الشعب الفلسطيني أو إلى جانب الضحية، وهو يمسك بالضحية ليتم ذبحها من الوريد إلى الوريد. ما يحدث في مصر الآن لعلها أن تكون انفراجة جديدة، وهي فرصة لإنهاء هذه المعركة فعلا، لكن المقاومة أعلنت أنها لن تتنازل عن شروطها أبدا إطلاقا، وستكون جزءا من الحل. وسمعنا كثيرا في الإعلام من الأمريكي ومن الإسرائيلي أنهم كلهم يتحدثون عن اليوم التالي بعد المعركة، قطاع غزة محتل، قطاع غزة مستوطنة، قطاع غزة كرات سيارات، قطاع غزة بعد حماس. ولذلك أنا أقول لهم لا، ما زال قطاع غزة صامت، وما زال أهلنا يرفضون أن تتكرر عليهم النكبة الفلسطينية عام 48 مرة أخرى، علما أن سكان قطاع غزة 80% منهم آباؤهم جربوا النكبة الفلسطينية في عام 48، فهم أصلا ليسوا من قطاع غزة، هم من 450 قرية فلسطينية تم تهجيرها وتهجرت وتجمعوا في هذا السجن الكبير المسمى بقطاع غزة. طيب دكتور، أيضا تحدثتم عن يعني الحديث عن مستقبل القطاع في اليوم التالي، فقط نريد توضيحا في اليوم التالي للحرب، نريد فقط نريد توضيحا عن هذه النقطة، كيف تنظر إلى وثيقة نتنياهو ورؤيته لمستقبل يعني مستقبل القضية بعد الحرب؟ أخي نتنياهو لن يكون شريكا في تحديد مصير تل أبيب بعد الحرب، ليس فقط قطاع غزة. نتنياهو سياسيا انتهى، اليوم التالي لهذه الحرب نتنياهو سيكون في السجن، هو لديه حكم أصلا ولديه قضايا في المحكمة، قضايا فساد كبيرة جدا، ومن مصلحته إطالة مدة الحرب للبقاء خارج المحاكم وخارج السجن. نتنياهو لن يكون شريكا في تحديد مستقبل غزة، بل أنا أزعم أنه لن يكون شريكا في تحديد مستقبل لا القدس ولا حتى تل أبيب التي يحكم منها الآن وهو رئيس وزراء هذه الدولة، وهو المجرم الأكبر في هذه في حرب الإبادة الجماعية، وهو يضع يده الآن في يد أكثر أناس متطرفين في تاريخ دولة الاحتلال، يعني الأكثر تطرفا في دولة الاحتلال، الذين حتى يصرحون ليس فقط باستمرار المعركة في قطاع غزة، بل يطالبون بتهجير 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، ويطالبون بمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، يعني يبحثون عن النقاط التي تفجر الصراع في داخل فلسطين ويدوسون هذه الأمور ويتكلمون فيها. وما النقطة التي سمعنا عنها في الأسبوع الماضي، أن حكومة دولة الاحتلال سحبت صلاحيات الأمن في القدس من إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، إلا إحساسا منهم بأن هذا الرجل يقودهم نحو معركة جديدة في الضفة الغربية. وأنا أتمنى حقيقة من داخل قلبي أن تبدأ هذه المعركة في الضفة الغربية، ليرى العدو الصهيوني من أهلنا في الضفة الغربية وفي 48 شكرا ما يعني ما يتوجس وما يخاف، ولعل ذلك أن يخفف من الضغط الشديد على أهلنا في قطاع غزة. من إسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك. وعبر سكايب من إسطنبول الباحثة في القانون الدولي الأستاذة أنوار غيث، شكرا جزيلا لك. وعبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، شكرا جزيلا لك. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.